الطفلة اللي بداخلي عية تكبر. يصير مرات تحسين أجزاء منك ناضجة وأجزاء أو جزء منك غير ناضج. يعني أنا مثلا على سبيل المثال أجزائي كلها تقريبا نضجت في وقت مبكر، ما عدا الجزء المرتبط بالمرض، ما عدا أقدر أقول أنه حتى وصلت إلى التنويم. يعني أقدر أفهمها، ما يحتاج أحد يقول لي أنه كل أجزائي كانت ناضجة عدا جزء المرتبط بالمرض مو ناضج. تطلع لي الطفلة من تحت الأرض لما يجي موضوع صحي، موضوع صحي على الطاولة، هاي سمية اللي عرفها تختفي تختفي ما هي موجودة. مين تطلع لي؟ تطلع لي الطفلة، تطلع لي الطفلة. يعني أي موضوع صحي، ملف صحي، تطلع لي الطفلة، هي اللي تدير الموقف. فممكن إنه يكون عندك أجزاء ناضجة وجزء غير ناضج، وهذا يكون أعمق، يكون الألم فيه أعمق وتكون المرساة فيه مرة كبيرة. وهذه ما فكت معاي إلا بالتنويم، ما فكت إلا بالتنويم. تقول أنا كمان أخاف من المستشفيات. عاد تخيلي يصير عندك خوف وحب مع بعض. ما تدرين، انت ما تفهمين الموضوع اصلا، كذا تقولين طب يا ماما انت الحين خايفه ولا انت تحبين المستشفى؟ عرفتي؟ تقول كل مرض حارضي حاربيه بالاستسلام والتقبل. من خلال تجربتي القصيره يعني في هذه القصه، هو لا حرب ولا استسلام، هو انه انت طيب. هذه قصة عميقة، انه انت طيب، عرفتوا؟ انا شعوري انه انا مريضة، لا، انه انت طيب. هاي هذه الفكرة الاساسية اللي تنبنى عليها كل القصص.